السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته متابع قناه المصور محمد العيدي. كما كتشوفوا في هذا الفيديو هذا الرصد الصحي باقليم تنغير لامارات كوفيد 19 ليومه 2 مايو 2020 على الساعه 10 ليلا. الحاله المستبعده بعد التحاليل المخبري السلبي 239 حاله، الحالات المؤكده 9 حالات، المتعافون حالتين، الحالات القيد الاستشفاء 7 حالات، الوفيات 0. كما كنشوفوا المصدر هو المندوبية الصحة المديرية الجهوية درعا تفيلالت.